ساحة الفعاليات وورش العمل للأطفال لها بصمة ممتعة ومعرفة ثقافية بلا حدود وقيود في مهرجان الشارقة القرائي للطفل. ورشة عمل الكيمياء كان لها إقبال شديد من الأطفال، حيث قاموا بصناعة مادة هلامية أو ما تسمى الفلاب، والعمل على استكشافها عن قرب ومعرفة خواصها. الأطفال حضروا هنا لعمل ورشة حول المادة الهلامية اللزجة، والأطفال تعرفوا على المركبات الكيميائية، وتعد هذه المركبات من سلسلة الجزيئات الأصغر التي تحتفظ بالخواص الكيميائية للمادة، وبالإضافة أن الأطفال تعلموا التفاعلات الكيميائية والخواص الفلزية للمادة الهلامية والتي صنعوها بأنفسهم. والورشة تهدف لتعليم الأطفال صنع مواد جديدة من خلال مزج مادتين مختلفتين معا ومعرفة بعض المصطلحات العلمية والطرق الفيزيائية لهذه العناصر. هذا يعد نشاطا علميا، حيث يدخل الرياضيات والتكنولوجيا والهندسة والعلوم الأخرى، والذي يجعل الأطفال يتعلمون مفهوم العلوم، وهو تمهيد لتعليمهم وتخطيهم لمضمون النظريات وتطبيقها، وحيث تعمل أيديهم وعقولهم معا. ونحن هنا ليس فقط لاستقبال الأطفال فرديا أو الذين يريدون التعلم، ولكن نحن كذلك نتعلم منهم أيضا. تعد هذه الورشة إحدى الورش التعليمية والتي تساهم في تثقيف الأطفال بأسلوب ممهد وبسيط ومسلي لمادة الكيمياء والفيزياء. وهذه الفعاليات والورش مع الأطفال واليافعين هو أساس التعليم والتثقيف الصحيح في مراحل طفولتهم المختلفة، فهنيئاً لمهندسي المستقبل.